بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب الرابع، كتاب الصوم. باب ما جاء في الصوم عن الميت، يعني لو مات ميت وعليه صيام فريضة كقضاء رمضان أو نذر نذره أو كفارة عليه، يبقى صيام الفريضة ثلاث أنواع: صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام قضاء رمضان، مش كده؟ طيب لو مات ميت عليه هذا الصيام، هل يجوز لوليه أن يصوم عنه أم يفتدي عنه بإطعام مسكين، أم هو مخير بين الصيام والفداء، أم لا يفعل عنه شيئا ويستغفر له ويدعو له فقط؟ دي كلها الاحتمالات، مش كده؟ فهنشوف بقى في ايه رأي الفقهاء في مثل هذه المسألة. باب ما جاء في الصوم عن الميت، يعني في جواز فعل الصوم عن الميت، وده عند المحدثين، انما اصل الفقهاء رأيهم ان العبادات البدنية لا تجوز من احد عن احد، العبادة البدنية كالصوم والصلاة، ده عند الفقهاء. لكن عند المحدثين وبعض الفقهاء قالوا استثنوا طبعا الحج للحديث، لأن الحج عبادة بدنية مالية، الحج عبادة بدنية ومالية، قالوا يستثنى الحج بس لأنه دخل فيها المال، أما العبادات المالية فيجوز فعلها عن الميت لو لم يخرج زكاة ماله، تزكي من ماله لأن العبادة مالية، كويس؟ هذا ما عليه جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء عن المذاهب الأربعة. وفي قول عند الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض محدثي اللي غلب عليهم الحديث من الفقهاء، قالوا لا، ده الحج عبادة بدنية مالية، يبقى يجوز فعل العبادات البدنية والعبادات المالية كل سواء، خصوصا أن الحج ممكن تأتي فيه كفارات فيصوم عنها. مش في الحج لو عمل بعض المحظورات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فممكن يصومه وهو بيحج عن ميت، مش كده برضه؟ والحج يشمل صلوات، ولا بيحج وما يصليش؟ فهمت ازاي؟ يبقى بقى كمان الصلوات دي بتروح للميت، يبقى يشمل كل حاجة، يعني بيشمل قراءة قرآن وذكر وعبادة ودعاء، كل ده يصل للميت. وده اللي نميل لي والله أعلم، إن كل عمل صالح يجوز هبته للميت، كل عمل صالح على الإطلاق، وكون لم يرد بعض الأعمال لأنه وردت نماذج تدل عليه، فهمت ازاي؟ لكن لم يرد نهي عن فعل هذه النماذج الأخرى التي لم ترد، ده الراجح والله أعلم. وده اللي عليه عمل الأمة، يقروا الفاتحة للميت، يقروا القرآن للميت، يذبحوا ويتصدقوا للميت، يحجوا للميت، يصوموا عن الميت، يعتمروا عن الميت، كل ده الأمة على العمل ده من قرون طويلة، لحد ما جم الجماعة الوهابية والشباب السلفية ضيقوا على الناس أمور حياتهم بغير علم، ولا يتحملوا مذهب يقابل رأيهم، لأن رأيهم جعلوه دين وليس مذهب، ودي قضية لابد ان هم يتخلصوا منها بقى، لان بنى فساد هذه القضيه، فالمفروض ان هم يتخلصوا من هذا، يقبلوا انفسهم مذهب في وسط المسلمين ولا يعتبروا نفسهم دين مخالف عن ايه، عن باقي الناس، او يغيروا مذهبهم بقى براحتهم ويفضلوا برضو في دائره الاسلام، فالمذاهب واسعه والامر واسع.
فهنشوف الأحاديث الواردة على جواز الصوم عن الميت. باب ما جاء في الصوم عن الميت بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سننه الحديث 20 بعد 700، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم 2 شهر متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قال: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. الحديث اللي وارد هنا في الترمذي ان امرأة جاءت تقول ان اختها ماتت وعليها 2 شهر، وحديث البخاري ان رجل جاء وقال ان امه ماتت وعليها صوم 1 شهر، وفي احاديث اخرى وردت ايه ان عليها كفارة، فيبقى تعددت الوقائع وليس هذا اضطراب في الحديث، تتعدد الوقائع ويتعدد السائلين، فهمت بقى؟ فده حكى حال وده حاجة حال آخر وده حال آخر، لكن كله يندرج تحت قضية واحدة: هل نصوم عن الميت أو لا نصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى القياس، قال: لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. فقعد قاعدة: دين الله أحق أن يقضى. دي قاعدة بقى، وعلمنا القياس، علم الأمة أيضا القياس من خلال هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فحق الله أحق، ورواية البخاري: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى هنا في روايات مختلفة، واخد بالك ازاي بقى؟ فحق الله أحق، يبقى هنا في هذا الحديث دل على مشروعية الصيام عن الميت. لكن الإمام أحمد بن حنبل قيدها، قال إيه؟ قال: ده صيام كفارة، فيبقى يجوز في صيام الكفارة بس الصيام عن الميت، أما صيام رمضان لا يجوز عن الميت إلا الإطعام بس. تقيد بالحادثة، فهمت إزاي؟ لم يقيس على غيره. ولكن بعض الفقهاء قالوا: لا، ده مش قيد، ده مطلق الصيام مطلق، سواء كان صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام كفارة، كل أنواع الصيام، لأن هذا قيد هنا بإيه؟ بسبب حال السؤال، وليس قيد يؤثر في الحكم. فهمت ازاي؟ يعني لو كان، يعني لو تصوروا قالوا لو سألوا على رمضان لقال له برضه رمضان. فهمت بقى المسألة؟ يعني بعض الفقهاء يتقيد بالحادثة فيفتي وما يخرجش عنها. بعض الفقهاء يتسع عقله فيقيس عليها غيرها. فهمت؟ شكل الإمام أحمد بن حنبل أجاز الصيام عن الميت إن كان غير رمضان. عشان هنا قالت له ايه عليها؟ ايه عليها؟ صيام 2 شهر متتابعين، يعني كفارة. فقال: الكفارة او النذر ممكن، انما رمضان لا. طب ليه يا امام؟ قالت: اصل ما وراكش، ما شفناش ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كده جالنا. طب ما هو الفريضة هي هي، ما هو رمضان فريضة والكفارة فريضة والنذر فريضة وكله فريضة. فهمت ازاي؟ ليه تخرج رمضان؟ فبعضهم يقول لك: انا ما خرجش الا ايه؟ الا يعني لا اتقيد الا بالوارد بس، والباقي امشيه على القاعده ان العباده البدنيه لا تجوز ايه؟ عن الميت. فهمت بقى ازاي؟ فما لم يرد يجعله تبع القاعده الاصليه، وما ورد فيه استثناء ويقول لك الاستثناء لا يقاس عليه. فهمت بقى طريقه التفكير؟ كل فقيه بيفكر بطريقه، لا بأس، ما يجراش حاجه، لكن لا يسفه غيره. دي هو دي المهم. فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال: وسمعت محمدا، الإمام البخاري يعني، يقول: جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد: وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد،
قال أبو عيسى: وروى أبو معاوية غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حيان. باب ما جاء في الكفارة في الصوم، دي طريقة أخرى لتبرئة ذمة الميت، إن أنا أكفر عنه ما فاته من صيام في حال حياتي، أطعم عنه المسكين. لأن افرض ولي الميت لا يستطيع الصيام، فهمت ازاي؟ يبقى عنده بديل آخر وتوسعة في الشرع الشريف، إن هو يطعم عن كل يوم إيه مسكين وخلاص. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، واختلف أهل العلم في هذا، يعني حديث ابن عمر هنا رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك في الرواية بيقول لك هنا بيعلق بيقول لك ايه الامام الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا، يعني مش من كلام النبي، ده مذهبه، ده قوله، ده الصحيح ان ده قولي عليه، انه كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه: لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. دي فتوى، دي فتوى سيدنا عبد الله بن عمر مش كلام النبي، فهمت بقى ازاي؟ فالمعروف ان سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا سئل في المساله هل اصوم عن انسان او اصلي عن انسان كان يقول: لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. فالصحيح انها موقوف على عبد الله بن عمر وليس كلام النبي، خد بالك. ليه؟ لان ما تبقى كلام صحابي يبقى اجتهاد قابل للمناقشه، انما ما يبقى كلام النبي يبقى خلاص ده وحي، فهمت؟ دي نقطه مهمه. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال: إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. خدت بالك المذهب؟ يبقى خرج قضاء رمضان، النذر بس. وقال مالك وسفيان والشافعي وكذا الإمام أبو حنيفة: لا يصوم أحد عن أحد. قال خدوا قول سيدنا مين؟ عبد الله بن عمر: لا يصوم أحد عن أحد، فخدوا بالمذهب ده، وده قول صحابي يقابله نص حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للمرأة: صومي عن أختك، وقال للرجل: صوم عن أمك. فلما يجي قول صحابي يقابله قول النبي أقدم إيه؟ قول النبي على طول، فهمت بقى المسألة؟ لا يصوم أحد عن أحد، هذا اللفظ كده لا يصوم أحد عن أحد دي كلمة مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، مش كلام النبي، بل بالعكس ده كلام النبي لما قاله في الحديث الصحيح الثاني ورواه مسلم كمان، كان قرأه نفسه صحيح مسلم. وجاء في البخاري لما الرجل سأل: أمي ماتت وعليها صوم يا رسول الله، فأصوم عنها؟ قال: إن كان لها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله حق أن يقضى، فهمت إزاي؟ فأجاز له أن يصوم عن أمه، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي كلمة لا يصوم أحد عن أحد ليس كلمة نبوية بل كلمة فقهاء، فهمت إزاي؟ جاء النص النبوي مخالف لها فيقدم النص النبوي. قال: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يبقى خلصنا في المسألة دي إلى ثلاث مذاهب، كويس؟ هل يصوم الحي عن الميت؟ المذهب الأول مذهب المحدثين وهو الراجح أنه يصوم عنه
مطلقا في اي صوم كان، سواء كان عن رمضان عن فريضة عن نذر، باي صوم كان. مذهب الثاني يصوم عنه ان كان غير رمضان، اللي هو الامام احمد بن حنبل اسحاق بن راهويه. والجمهور لا يصام عنه بل يؤدي الكفارة. وقول عند الشافعي مخير بين ان يصوم او يؤدي الكفارة. فهمت بقى ازاي؟ قول عند الشافعي، لان الامام الشافعي برضه لما ورد له الحديث ده قال يبقى خلاص ينفع الاثنين، يبقى الامر على التخيير. فهمت المسألة بقى؟ يبقى لما تجد انسان بيعمل اي حاجة من الحاجات دي لا تعترض، ولو اعترضت تبقى سلفي وهابي جاهل على طول كده. ليه؟ لان الادلة كلها واحدة واحدة، عنده ده عنده دليل وده عنده دليل وده عنده دليل، عايز انت تخليها دليل واحد ازاي يا جاهل؟ فهمت ازاي؟ يبقى لم تطلع. اصله جاهل ليه؟ لانه اطلع على دليل واحد فمشي عليه. فجاهل هنا مش شتيمة على فكرة، مستب ده وصف حاله، لكن احنا لا ننتقص، وصف حاله بس. لكن هو لو اتسع علمه مش هيعترض. هو بيعترض ليه؟ لانه لم يقرأ الا دليل واحد وجهل غيره. فيجي يلاقي واحد بيعمل غيره يقوم يعترض. تعترض ليه؟ جاهل. والجهل ضيق الافق وعدم الاطلاع. فهمت بقى المسألة؟ فاحنا مش بننتقصه بايه؟ بكلمة جاهل، لكن بنحذره الا يعترض، لانه العلم اوسع مما اطلعت عليه. بس تواضع، تواضع بالراحة. فهمت ازاي؟ لانه ممكن يكون في اشياء غابت عنك. لكن بعضهم لا يفترض ان غاب عنه شيء، وهذا الافتراض خطأ. يقول لك اصلي بحثت فلم اجد. بحثت في ايه؟ في مجلة سمير؟ في مجلة ميكي؟ بحثت فين يعني؟ واخد بالك؟ هو هل هو عدم الوجدان معناه عدم الوجود؟ يمكن بحثت فلم تجد، بس لو بحثت في حتة تانية كنت وجدت. فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فهمت بقى ازاي؟ فدي كلها قواعد لازم تبقى في ذهن الانسان. يقول لك بحثت فلم اجد، بحثت فين يا استاذ؟ قاعد في اوضه النوم بتاعته، جاب كام كتاب كده قلب فيهم فلم يجد، يبقى غير موجود. ما ينفعش. العلم اوسع من مكتبتك، حتى ولو اتسعت مكتبتك. فالامر واسع، وربنا واسع كريم، ورحمته واسعه. باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء. هيبتدي يتكلم بقى في بعض نواقض الصيام، مبطلات الصيام. باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء. يزرعه يعني ايه؟ يعني يأتي رغما عنه. ادي معنى يزرعه، يعني يأتي رغما عنه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن في الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. يبقى ثلاث حاجات ممكن يخطر في بالك انها تفطر الصائم، انما بالك لا دي ما تفطرش الصائم. أول حاجة إيه؟ الحجامة. طب والحجامة حكمها إيه للصائم؟ مكروهة بس، لأنها قد تضعفه فتضطر للإفطار، لكن هي ذاتها غير مفطرة. لكن حكمها إنها مكروهة فقط، لأن لو احتجم صائما قد يضعفه فيحتاج إلى الإفطار. فهمت؟ والقيء يعني القيء الذي إيه؟ يأتي رغما عنه، رغما عنه. والاحتلام يعني لو نام فاحتلم وهو ايه؟ صائم، يتم صوم، لان رفع القلم عن النهي. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. خد بالك الحديث اللي فات ده حديث ضعيف اهو، اللي فات ده كمان اللي قاعدين نشرحه ده كله حديث ضعيف، بس صحيح العمل عليه. فهمت بقى ازاي؟ العمل عليه. سبب ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف أو اختلف فيه. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا.
عبد الله بن زيد بن أسلم أوثق من أخيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي هو راوي رواية الفتن. فالرواية اللي جاية من الأوثق جاية مرسلة، يبقى حتى اللي جاية من الأوثق مش متصل، واللي جاية من الأقل ثقة متصل. فهمت بقى؟ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد مرسلا، يعني أسقط الصحابي، عشان كده ما قالش إيه أبي سعيد الخدري يعني. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. عبد الرحمن اللي هو أخو عبد الله، فهمت بقى؟ قال سمعت أبا داود السجزي، أبو داود السجزي اللي هو صاحب السنن، سليمان بن أبي داود السجزي إيه؟ الأشعث، مش كده برضو؟ اللي هو صاحب سنن أبي داود اللي احنا قرأناه هنا، غير الطيالسي، غير أبي داود الطيالسي. والسجزي نسبة لسجستان على غير قياس، سجزي بدل ما يقولوا سجستاني ويقعدوا بقى طويلة كده، قال لك سجزي، واخد بالك، نسبة لسجستان على غير قياس يعني. قال سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. شوف إيه، يبقى عدل أخوه وجرح عبد الرحمن، فهم؟ قال وسمعت محمدا الإمام البخاري يعني يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا، ما يرويش عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيئا، اعتمد كلام شيخه عبد الله علي بن المديني. فهمت ازاي؟ الإمام البخاري اعتمد كلام شيخي علي بن المديني في تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال كده علشان كده لا أروي عنه. باب ما جاء في من استقاء عمدا. خد بالك ان الحديث اللي فات الضعيف بيقول لك القيء مطلقا، فقد يكون القيء استقاء يعني هو قيأ نفسه، او يكون زرعه القيء، مش كده برضو؟ فهنشوف بقى وردت ايه، هل هنا قيء مخصوص هو الذي يعفى عنه ولا مطلق قيء؟ فهمت ازاي؟ فاتضح ان هو قيء مخصوص، وهو القيء الذي يزرع الإنسان، واخد بالك ازاي؟ أما إذا أقاء نفسه أفطر. فهمت ازاي؟ يعني قاعد ياكل 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 علشان بقى إيه؟ يبقى مستعد للصيام قوي كده. لما الأكل تعبه جدا مش قادر، فراح قيأ نفسه عشان يستريح، يبقى كده أفطر. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو قاء غصب عنه خلاص معلش. باب ما جاء في من استقاء عمدا. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من ذرعه يعني إيه؟ غلبه وسبقه، يعني رغما عنه. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. خد بالك، يعني يمسك اليوم، لكن رمضان لحرمة اليوم، استقاء عمدا في رمضان نعمل ايه؟ نقول له خلاص صيامك باطل، وامسك بقية اليوم لحرمة الايه؟ الشهر، ثم عليك الإعادة. فهمت بقى المسألة؟ قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا. لما قاء النبي وأفطر كان صيامه تطوع،
فهمت؟ مش معناه ان هو افطر لاجل القيام، لا، ده لما قاء افطر. فهمت ازاي؟ لانه كان متطوعا، والمتطوع امير نفسه. وانما معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا، فقاء فضعف فافطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا درعه القيء فلا قضاء عليه، واذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابو حنيفه والليث بن سعد، كل فهمت ازاي؟ كل دول يقولوا بانه اذا استقاء عمدا فليقضي. بل ابو حنيفه كمان عنده القيء ناقض للوضوء، كمان القيء ناقض للصوم ناقض للوضوء عند ابو حنيفه. فهمت ازاي؟ لانها خروج نجاسه، مش القيء نجس وخرجت النجاسه من فمه، يبقى خروج النجاسه مطلقه من الامام ابو حنيفه من اي موضع في الجسم الكائن ينقض الوضوء، حتى لو خرج الدم من الجلد بجرح، مش الدم نجس؟ خرج، يبقى انتقض الوضوء عند ابو حنيفه. لكن عندنا الخروج من الموضع المعتاد. فهمت ازاي؟ الشافعيه عندهم النجاسه تخرج من الموضع المعتاد، القبل والدب. فهمت ازاي؟ انما لو خرجت من الانف، خرجت من الفم، مالناش دعوه، لا ينقض الوضوء. فهمت بقى؟ تختلف وجهات نظر الفقهاء يعني في المسألة. باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. ليه؟ لأن معروف القاعدة أن الله رفع القلم عن إيه؟ عن الناسي والمكره والنائم وعن المجنون، مش كده برضو؟ المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم، وعن المكره وعن الناسي، مش كده برضو؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، تجاوز لي، يعني كأن ده لأجل النبي، يعني في الأمم السابقة كانوا يؤاخذوا. مش أبونا آدم مش أكل من الشجرة ناسي وربنا أخذه؟ على شريعتنا أبونا آدم لما أكل من الشجرة كان طائع، لأنه أكل نسيا. مش ربنا بيقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟ يعني أكل نسيا. يبقى على شريعتنا ابونا ادم معصوم وهو بياكل من الشجر. فهمت بقى ازاي؟ لانه مش متعدي، ده ناسي. لكن كان على شريعته المؤاخذه بالنسيان، لان ربنا اراد ان يرتب على الاكل من الشجره حكم، فجعله على شريعه يؤاخذ على النسيان ليترتب عليه حكم ايه؟ بيان كيفيه التوبه من المعصيه، عشان يعلم ولاده لما تعمل حاجه ما تصحش ازاي ترجع الى ربك وتستغفره وتتوب اليه. لان الملائكه ما كانتش تعرف الحكايه دي، لان الملائكه ما عصتش ربنا اصلا قبل كده، ما كانتش تعرف ان المعصيه ليها حل. فهمت ازاي؟ الملائكه متصوره ان المعصيه دي ملهاش حل، يعني ما يعرفوش ان ربنا تواب. ابونا ادم بقى علمه اكثر من الملائكه بالله، عارف ان ربنا تواب، كل من الشجر استغفر وربنا تاب عليه، يبقى علم الملائكه. فهمت ازاي؟ علم الملائكة معلومة ما كانوش يعرفوها. فهمت بقى المسألة؟ ويبقى إيه لما ربنا أراد أن يرتب الحكم على معصية على يد نبي معصوم، رتب ترتيب عجيب. إزاي معصوم يعصى وأنا أريد أن أرتب حكم على معصية؟ يوم يخلق معصوم على صورة ينسى. والحكم عند الله أن الناس لا يؤاخذ، فإذا إذا نسي هو لا يؤاخذ، ولكن جعله على شريعة يؤاخذ ليرتب عليها حكم ليبين لإيه؟ لأبنائه. شفت الترتيب؟ فهمت ازاي؟ وبالتالي أبونا آدم ما كانش يعني في أكله من الشجرة إيه في حال نقص، بل في حال كمال، لأنه نبي. فهمت ازاي؟ فلما ربنا أراد أن يستر عنه النقص لكمال عصمة النبوة جعله ينسى.
خلقه في صورة إنسان ينسى، والنسيان في الإنسان لا ينقصه، بل من كمال الإنسانية أنه ينسى. الإنسان الذي لا ينسى ما يبقاش إنسان، فهمت إزاي؟ والنسيان نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. تصور أنت كده لا تنسى شيء خالص، ما تنامش، ولو ما نمتش تتجنن، ولو اتجننت رفع عنك التكليف وصرت كالبهيمة. فتصور ان النسيان ده يعني يبقي عليك التكليف ويبقي لك التشريف. وعشان كده النبي نسي، عشان النبي اكمل الخلق نسي، فهمت ازاي؟ قالوا اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فيبقى يجوز النسيان على الانبياء، وان النسيان لا ينقض عصمتهم بل يثبت بشريتهم، لان البشر الكامل ينسى. فهمت بقى المسألة؟ ده من كمال البشرية النسيان. وما سمي إنسان إلا لنسيه، وكان أول ناس أول الناس، مش كده برضو؟ يبقى احنا هنا ايه؟ من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله، بس بشرط طبعا انه مجرد ما تذكر يخرج ما في فمه، مش بعدين ايه وهو بياكل كده يتذكر انه صايم يقوم يكمل رزقه الله يقعد يكمل. مش معنى الحديث كده، معنى الحديث الذي ابتلعه في حال نسيانه معفو عنه، اما اذا تذكر فابتلع بعد الذكرى فسد صومه. فهمت بقى المساله؟ وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام أبو حنيفة كذلك. وقال مالك بن أنس، الوحيد اللي هو خالف الإمام مالك بن أنس في المسألة دي، قال إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، استثنى بس رمضان، إنما في التطوع معلش، إنما في صيام الفريضة لا، ده الإمام مالك. فهمت بقى؟ لكن بيقول لك والقول الأول أصح، أنه لا فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة في الأكل ناسيا، أنه هذا لا يضر في النافلة وفي الفريضة سواء بسواء. ونقف على باب ما جاء في الإفطار متعمدا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.